برحب بحضراتكم. وفكرة مود الأعياد دي أكيد لطيفة، فكرة أن يبقى أجازتين كده ورا بعض وما بينهم كام يوم أكيد كانت حلوة جدا. أنا واحدة من الناس يعني كنت مبسوطة أنه في أجازة طويلة. فكرة أجازة طويلة مش بتتحقق عندنا كتير، يعني آخرنا خميس جمعة والسبت ممكن بعض الناس، لكن مش كل الناس، وفي ناس بتاخد يوم الحد كمان. هل إحنا بنعرف نفصل؟ مش شرط انك تفصل من شغل على فكره، حتى رباط البيوت من حقهم ان هم المود في اليوم ده يتغير، النظام بتاعها يتغير، يبقى ليها منطقتها الخاصه. هل احنا كمصريين يعني انا ما بحسهاش، انا واحده الناس ما بعرفش اعمل ده، يعني طول الوقت ما اعرفش افصل ما اشوفش اخبار. هل في حد يعني شاطر، يعني اعتقد ده شيء، ده حد سوي نفسيا اللي بيعرف وقت الاجازه اجازه، وقت الشغل شغل، وقت البيت بيت، وقت النوم نوم. في ناس حتى وهي نايمه شغلها عقلها بيبقى شغال. النوع ده من الناس بيجي في وقت بيقع خالص فعلا، بيبقى دماغه مش قادره تركز في اي حاجه حتى لو هو حاول يقنع نفسه ان هو مركز. فهل احنا فعلا بنعرف ناخد اجازه؟ هل فعلا بنعرف نستثمر يوم الاجازه ده؟ انا بحس انه شيء عظيم، يعني وانا بتكلم عن الاجازه انا حاسه ان جاتني طاقه كده مبسوطه بيها جدا. الناس بتعمل ايه؟ يعني هل المفروض احنا نخرج؟ حتى لو انا قاعد في البيت المفروض يبقى ليا نظام خاص كده، يبقى اعكس كل الحاجات اللي انا بعملها لو انا ربي في بيت ما بشتغلش. مش معنى كده ان انا طول الوقت في اجازه، ما انا طول الوقت عندي المطبخ، ما طول الوقت عندي الولاد، طول الوقت عندي حاجات اللي بعملها. اجازتي تبقى برضو في نفس المكان وبنفس الطريقه وبنفس الحياه، هي دي الاجازه والناس كلها قاعده معايا بقى، ده اجازه تبقى ضعف في الشغل اللي انا بعمله. فكره بقى كل واحد فينا يفكر هو بيحب يعمل ايه، يضيف لنفسه ايه. خلينا نرحب مع حضراتكم دكتور حمدي ابو سنه، محاضر الصحه النفسيه بالجامعه الامريكيه واستشاري التدريب والتنميه الدولي. مساء الخير يا دكتور. دكتور حمدي برحب بحضرتك معانا، وكل سنه وحضرتك طيب. لا حضرتك كل سنه حضرتك طيبه، وكل المشاهدين وكل مصر بخير وصحه وسعاده ووحد البال، وادام الله بيننا المحبه والود والمعروف الطيب. امين امين. دكتور ازاي نقضي اجازه؟ ويعني ايه اجازه برضو يا دكتور؟ طب انا هبدا اخد من كلام حضرتك المقدمه الجميله اللي انت قلتيها. ربنا يخليك. انت قلتي الناس اللي بيتباهوا، او ما معنى الكلام بيتباهوا ان انا ما بفصلش. معلومه نفسيه حقيقيه اسمحي لي اقولها، ان العقل البشري لا يستطيع العمل دون راحه، يعني لا يستطيع الاستمرار في العمل دون راحة. إذن لابد للعقل البشري أن يكون لي راحة وأن يكون لي فاصل. هذا الفاصل أو هذه المدة اللي احنا بناخدها ديت، ده لتجديد الطاقة. تجديد إيه؟ الطاقة. تمام؟ طب تعالوا بقى نتكلم إذا سمحتي لي عن فوائد الأجازة. سيدتي تعالوا نتكلم في محورين، فوائد الأجازة في الحاضر وهو المستقبل. إذن فائدة الأجازة اللي أنا بفصل فيها عن الأداءات الروتينية أو المهام الروتينية اللي أنا بعملها كل يوم أو الضغوط اللي أنا بعملها، فوائدها في الحاضر هي تعتبر التخلص الأولي أو المستمر من المتاعب والعمل الشاق. طب نعمل إزاي بقى؟ وحضرتك ألمحت إليها، لابد أن أنا أتعلم اللي أنا أفصل. تمام يا فندم؟ إزاي؟ نحن بعض منا يقع في خطأ إنني أذهب إلى العمل ومعي همومي الخاصة، وأحياناً أعود إلى منزلي ومعي هموم العمل. لا لو سمحت من فضلك، إذا دخلت مكان عملك ضع همومك وضع مشاكلك الخاصة على بوابة العمل، والحاجة الوحيدة اللي تسيبها وما تقلقش عليها مش هتروح منك ومحدش هياخدها منك. تمام؟ في ناس هتقول لك ده كلام نظري حلو أو صعب. طب ايه رايك تعالى كده نفكر في حاجه، في يا فندم حاجه اسمها اختبار. لا يا دكتور انا محتاجه تكمل، مش وقت عطل فني خالص، انا اكتر حد محتاج للروشته الجايه دي. يعني ازاي نسيب همومنا على باب البيت، هموم الشغل، واحنا جايين الشغل نسيب هموم البيت في البيت؟ احنا يمكن مشكلتنا ثقافتنا ان احنا ما بنفصلش قوي في المنطقه دي، الاثنين داخلين على بعض. تلاقي راجل داخل من شغله كده متضايق، كان عنده مشاكل، يروح مطلع بقى غلبه في اللي قاعدين في البيت، الولاد ومراته، فده فعلا بيزيد حاله المشاكل بيننا وبين بعض. فكره ازاي نستمتع في الاجازه كاهل، ده يمكن انا بدات الكلام بتاعي في الانترو بتاع الحلقه خالص عن علاقتنا الاسريه، يعني احنا كنا نبقى بدل ما كنا العمات والخالات، وتلاقي الخروجة بتاعت العيد دي ايه عشرات كده في القعدة. دلوقتي تلاقي الأب والأم وابنهم وبنتهم، ممكن واحد من ولادي يكون كبير شوية يمشي. يا دكتور أتمنى حضرتك تكون سامعني وتكمل، نكمل مع بعض. بص أنا سامع حضرتك كويس، هل الصوت واضح كده يا فندم؟ حضرتك تمام جدا، اتفضل.
حضرتك الإنسان تعريفه في علم النفس كائن اجتماعي، وأنا أضيف أنه كائن اجتماعي انفعالي. الحضرتك اللي قلتي ده الصحبة، ونحن في أشد حاجة إلى الصحبة لتبادل الطاقة الإيجابية الملحة للإنسان. أي إنسان لا يستطيع أن يحيا وحيداً، لذا يحتاج أن يكون له حبيب أو إذا كان أو حبيبة، يكون لها أصدقاء مخلصين عشان كده يتبادل الطاقة الإيجابية. دكتور قبل ما نقول حاجتنا للإنسان دي، فكرة السوشيال ميديا هل ممكن تغني عن وجود حقيقي لأناس حوالينا، لبشر حوالينا، أن أنا يبقى عندي عمات وخالات ولكن على الواتساب نعيد ونتبسط مع بعض على الواتساب أو على أي كان التواصل، يعني غير تواجدهم الحقيقي على الأرض؟ دكتور أنا لست ضد السوشيال ميديا، ولكن أؤكد أنها لا غنى عن اللقاء الحقيقي والتواصل الواقعي. واسمحي لي أستخدم جملة قالها الفنان الجميل أحمد مكي في مسلسله الكبير قوي، إحنا هنسيب العالم الواقعي العالم الافتراضي؟ لست ضد العالم الافتراضي، ولكن أؤكد نحن في حاجة إلى العالم الواقعي وحاجة إلى التواصل المباشر. صحيح. ليه يا فندم؟ التواصل المباشر تقدر تشوف الانفعالات، تقدر تطمن على بعض، تقدر لما يكون لي مع ديك صديق أو صديقة أو أخ أو أخت أو يعني حد مقرب منك يقدر يعرفك من ملامح وشك ويبدأ يتكلم معاك بإريحية. لاحظ كده يا فندم، لما يجي لك حد من الناس المقربين لك يكون مهموم وتتكلمي معاه، بتلاحظ انفعالات وجهه كانت شكلها إيه وبعد الحديث معاك ابتدت بقى شكلها إيه. صح يا فندم؟ تمام. إذن لا غناء على اللقاء الحقيقي. من فوائد الإجازة يا فندم اللي هي في الحاضر إعادة الحسابات. إعادة تقييم الأمور يعني. يا دكتور بتروح في أوقات صعبة جدا، يعني فكرة إن إحنا نعيد حساباتنا زي ما قال الدكتور شيء مهم جدا، فكرة إن أنا أرجع تاني وأنا رايقة كده وهادية مش تحت ضغط في الشغل معين مضايقني بفكر في الموضوع فبالتالي ممكن أخد قرارات غلط، أو تحت ضغط في علاقات أسرية وبالتالي أخد قرارات غلط. فكرة فعلا الأجازة بتخليني أهدى أروق بعيد عن الضغوط دي أو دي، فبالتالي بعيد حساباتي بشكل صحيح. ده أنا أعتقد لو الدكتور سمعني يؤكد أو يعدل على الكلام طبعا مقبول جدا. فكرة كمان إن إحنا في ناس بتحب البيت، يعني في ناس هي يعني بانبساطها وراحتها في إنها تقعد في البيت، وأنا من الناس دي على فكرة. فهل الخروج هيضيف للنوع ده من الناس؟ انا لو سبتوني شهر في البيت ما عنديش شغل ما عنديش استعداد خالص انا اخرج، يعني اتمنى ان الناس تبقى سويه اكتر من كده. فكره ان احنا الخروج في حد ذاته، نروح فين، اختيار الاماكن اللي هتضيف لي، هل ان انا اطلع في مكان فيه زحمه وفي دوشه انا محتاجه ده، ولا محتاجه المكان فيه بحر وميه وممكن يبقى ضغط مادي لا فبلاش من الاماكن اللي فيها ضغوط ماديه. حسابات كتيرة بتاخدها الأجازة، يعني في ناس بتخافي حرام من الأجازة علشان ما تعملش لود مادي على الأسرة، إن الأولاد عايزين يخرجوا. دكتور اتفضل أنا سامع حضرتك جدا، يعني المكان ما عايز تبدأ ابدأ، أو التداخل عايز حضرتك تتفضل. بص حضرتك يا فندم، الاستمتاع بالأجازة مش محتاج تكلفة خالص. بشكرك إنك سامعني. تمام. وفق الإمكانات المتاحة يا فندم أستطيع. هقول لحضرتك مثل بسيط كده، أنا ممكن أعمل أجازة مع أسرتي بحاجة بسيطة، بنغير المكان اللي احنا نلتقي فيه، بعدين في الريسبشن ممكن ندخل نقعد في البلكون، ممكن نغير. انت عارف يا فندم معظم سيدات مصر وهم سيدات جميلات تيجي العيد او تيجي مناسبة او بعد كل فترة كده تلاقيها معفنة، اقول مصطلح كده جميل، بياخدوا العفش ويلفوا بيه الشقة. ده حقيقي. ده حقيقي، ده من ضمن الطقوس بتاعت العيد يا دكتور. صح يا فندم. صح جدا. ده يبقى دي بتسبب سعادة. بتعمل تغيير في المود وفي البيت. صح. لا هي استمتعنا باجازه حضرتك كده لما ترجعي كده، او يعني طبعا حضرتك اللي هتعملي هترجعي او بعد ما بتخلصي وتقعدي كده تبص المنظر الجميل اختلف، اداكي ايحاء ان في حاجه جديده وحلوه. هي دي يا فندم اللي بقول لك منها، من فوائد الاجازه ان انا افكر في حاجه تسعدني في لحظات. كم انت كسيده هانم تشعر بالمتعه بعد انهاء التغييرات والتعديلات؟ طيب اللي معانا في البيت لما يرجعوا ويلقوا التغييرات دي بيحسوا بالسعاده. الله، ده العيد جه. صح. لا وفي حاجه بقى مهمه، انتوا كده تعبتوا، انا بقى الطرف الاخر او اللي معايا، من فضلك لا تبخل بابتسامه في حياتك كلها، بس بعد اذنك في الاجازه زود الابتسامه. ايه دايما استدعي البهجه، استدعي الفرحه،
أساتذتنا لا يستسلم لمود الضيق أو أيا كانت المشاكل، حتى لو في مشاكل خلينا نستثنيها في الوقت ده. نعم يا فندم، نعم. أن أي إنسان قادر على حل مشكلته أو مشاكل غيره إذا استبعد العواقب السلبية. إن أنا بص يا فندم، هي المشكلة في إيه؟ إن أنا بتعب نفسي، إن أنا بفكر في المشكلة مش بفكر في حلها. هقول لكم حاجة كده بسيطة، يعني حضرتك دلوقتي أنا عندي مشكلة، أنا آسف يعني حضرتك قلت لي حاجة زعلتني، أنا آسف طبعًا. بدل ما أجي أستضح من حضرتك الموقف وأتكلم معاك وأناقشك بقلب مفتوح وبعقل مفتوح أيضًا، أقول هي عملت كده ليه؟ طب هي إيه؟ واحد حط شكوك وحط ظنون كده، أنا اللي بتعب. صح؟ والمشكلة ما كانت بدل ما كانت بسيطة وعفوية وغير مقصودة أصبحت مشكلة إيه؟ ضخمة. دمرت لي يوم الأيام. صح؟ دكتور لا أنا وقتي خلص، أنا محتاجة من حضرتك تقول لي في نقاط سريعة ومحددة إزاي أستمتع سريعة جدا، إيه نصايحك للمشاهدين اللي بيسمعونا دلوقتي إن أنا عايزة بكرة لما طلعش من امبارح والنهاردة يخرج بكرة أو يعمل إيه بكرة؟ شوف اللي أنت اللي بيسعدك ونفذ وفق إمكانياتك المتاحة اللي معاك. أبسط حاجة ممكنة، شكرا فعلا. اتنين، نظم وقتك، اعمل انسى أي حاجة. صدقني الانسان لما بيبعد عن مشاكل والضغوط والمسؤوليات ماشي هيعمل. اقول لك بقى معلومه مهمه جدا جدا. اتفضل. هل انت بتلعب مع احبابك ايا كان، ولادك، زوجتك، اهلك، اصدقائك؟ الترفيه ده مطلوب طبعا يا فندم. يقول علماء النفس الانسان انسان حين يلعب. ليه؟ لان الانسان بيطلع المكنونات السلبيه وتتحول لايجابيه، بيطلع مواهبه. ايه كمان يا دكتور؟ ايه كمان؟ كمان تبادل اغذيه بسيطه خفيفه، تمام؟ التحيات، المجاملات الجميله، لا يقف ابدا عن التفكير الايجابي. من فضلكم، من فضلكم ما تقلقش، خروجك بعيد عن التفكير السلبي هيخليك اقصى نجاح. بص لبكره بنظره ايجابيه تفاؤليه بطاقه ايجابيه. ربنا يجعل ايامنا كلها عيد. أمين. انت ويعلم عزيز الانسان انت الذي تستطيع وانت الذي تصنع العيد باسلوبك وبتفكيرك. دكتور بشكر حضرتك جدا، وفكره ان الانسان لا يزال انسان لما بيلعب، وفكره ان احنا بنكبر حتى على مشاعرنا الطبيعيه البسيطه دي انها تبسطنا، دي ممكن تبعدنا عن البهجه بشكل حقيقي. بشكرك جدا دكتور حمدي ابو سنه، محاضر الصحه النفسيه بالجامعه الامريكيه واستشاري التدريب والتنميه الدوليه. أرجوكم استمتعوا بطفولتكم وبمشاعركم، عيشوا البهجة زي ما أنتوا عايزين، حسنها بالظبط، مش لازم المجتمع فرض عليكم إيه أو أنتوا شايفين نفسكم في أي منطقة، لا اتبسطوا واستمتعوا بالأعياد وبالأجازات. بكرة إن شاء الله يكون معاكم الزميل إيهاب صبحي في حلقته معاكم يوم الأربعاء. تصبحوا على خير.